يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكم، وياكم قناتكم الاولى الخاصه بالبلاب. اذا ما مشترك اشترك ولايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد محدثكم عن الصياد. مثل ما قلت لكم، كل فتره نسوي فيديو يشمل اكثر تعليقات تجينا، واي اسئله او اي موسم جديد او اي دخول فصل جديد ننزل لكم به فيديو حتى توصل الفائده للكل. موضوع اليوم النايلون. هواي من الشباب جاي يسالون انه نشيل النايلون لو بعد ما المحميات او الاقفاص الخارجيه. بالنسبة لي أنا شلته من يوم الجمعة ويا العاصفة، لأن الهواء كان كلش قوي، فهذا يأثر سلبي، يصير بالعكس التأثير مالت النايلون، لأنه هنا راح يظل يكفخ بالقفص ويعني دفع وشد قوي ويخوف الطيور. بنفس الوقت إنه الجو هم صار حلو، يعني بعد انتهى الموضوع مال البرد، وهنا إذا بقى النايلون راح يسبب لك أمراض تنفسية، لأنه هذا راح يصير بخار عالي كلش، لأنه القفص مخنوق بس نايلون عليه، وتجي الشمس تدق بي، ومستوى الحرارة إنه هسه دي تقرأ تقريبا 26 إلى 27، يعني حارة كلش، هاي راح يسبب لك تنفسية أو كنكر للطيور. فالأفضل أن نشيل بعد النايلون، انتهى الموضوع مال النايلون، خلي الأقفاص هسه طبيعي. قلوب ماكو داعي تخلون بالليل، اكو هواي شباب جاي نشوفهم جاي يخلون قلوب بالليل للبلابل، يخلون معلوق للصبح. اولا هنا ما راح تخلي البلبل يرتاح ولا تخلي راح ينام. ثاني شيء الحراره مال القلوب حراره كلش قويه، ما يحتاج هالبلبل. الجو بالليل انه هو راح يلقى مكان يختل بيه، والجو بالليل زين يعني نوعا ما، مو ذيش البروده انه ما نازل درجه الحراره الخمسه او جو الصفر. هاي شغله. شغله التكاثر ما تكاثر ان شاء الله بالنسبة لي أنا ما أشجع عليه هسه، لأنه هسه يكون شلون نقول فاتر مو ديك القوة، يعني بسبب الهواء احتمال البيض يخرب، احتمال البيض ما يشد، احتمال الفرخات ما تتحمل الجو عليه قوي، لأنه الفرخ البلبل يطلع بدون ريش مو مثل باقي الطيور. فالأفضل إنه شوية تتريثون بعد بهذا الموضوع. أما إذا طيورك بيضت فاتركهن، هذا نقول شلون التراي لهن، يعني تجربة. عندي اسان هنا اثنين هنا بقيت هنا، لان ما عزلت، المفروض اعزل شوي شوي مكان ماكو. هاي النثيه المشجره والفحل مالتها العراقيات ذني، احنا ان شاء الله راح نفلش الموسم، راح يكون انتاجنا بس مكسات، ماكو عراقي بعراقي، يعني كله عراقي ويا بلبل اجنبي. فهنا تفاجأت انا لقيتهم بيضه، يعني يوم الجمعه انا شلته من دخلت للمحميه لقيتهم بيضه بيضتين بالعش، احتمال هسه زيدتهن. هسه راح احاول اصورها بالكاميرا اللي داخل العش واخليكم اياها بنهايه الفيديو. فهنا أنا تركتها هسه، ما راح اسحب فحلها، خطيه يعني اخاف تفقس ويكون فحلها يمها. هاي شغله. هذني عندي زوج ان شاء الله اليوم راح اعزلهن، فحل ونثيه ذني. هنا النثيه مضمونه، انتجت عندنا، انتجت من عراقي وانتجت من ماليزي، فهاي النثيه راح اترك هنا خمسة ايام للاختبار، يعني عندي اجنبيات راح نذبهن عليهن حتى نفحص الجنس مالتهن، لانه عندك انت اذا تريد تسوي هاي التجربه لازم عندك تك مضمون 100% حتى تذب عليه التك الثاني اللي انت ما متاكد من عنده، ما يصير تذب لك اثنين ما متاكد من عندهن شنن. ف لازم نسوي هاي التجربه اللي قلت لكم عليها بالفيديو مال البارحه، يكون عندك تك مضمون اذا عندك فحل او اذا عندك نثيه مضمون، تخليه بالقفص خمسة ايام حتى يستوي، تجيب عليه التك الثاني اللي انت ما متاكد من عنده من الجنس مالته شنو، هذا ذبه عليه راح يشوف شنو التصرف، راح يبين عندك الثاني شنو اللي كنت تحاير به. فهنا عندنا نثيه مضمونه وعندنا الفحل 90% ما متاكد، انا 90% متاكد من عنده فحل بس ما متاكد من عنده، فهذا راح ينعزل الفحل، راح ينذب جوه بالمحميه الجوه. هنا عندنا نثيه هملايا، هلا اشوف لكم اياها وين هي تختل بالعش دائما او جوه نازله. اي جوه نازله، هاي شويه متلكه عندنا النثيه هاي، ما ضامنها اني 100% يعني مو كلش. فهنا هي باقيه تقريبا راح يصير لها هسه خمسة ايام او اقل خمسة ايام وحدها، راح نفحصها، راح اذبلها فحل للتاكد. هاي نثيه هنا، وهنا عندنا نثيه وفحل ذني شفتوهم بالفيديو، هاي النثيه اللي تطق جناحات والفحل اللي مشجرهم راح اعزلهن ان شاء الله. هسه موضوع اليوم مثل ما قلت لكم النايلون، شيل النايلون. اذا عندك ترتيبات بالقفص تقدر هسه تسويها قبل ما يبدا الموسم شوي. انا عندي يمكن احتمال ابدل هذا الاخضر، لان هذا كله طين صاير مو مثل هسه، هذا انظف، هذا نظيف زين، بس هذا لانه نازل عليه مطر. اتركوا بس النايلون اللي بالسقف، يعني احتمال اكو بعد مطر فلا تشيلون، بس الوجه شيلوا النايلون مالته. تحياتنا لكم. اليوم 8/3/2020. انا بصراحه ما يبين عندي العدد مال البيض، لان المكان بيضوه قوي.
فاكيد واضح عندكم هسه يعني اذا مكانك شوي بيضوان يعني مكان الشاشه ما تبين عندي الكاميرا هم ضعيفه هاي. فاليوم 8/3/2020 هاي اول ابياض بهالموسم.